قريت مستوى رائع. المستوى الفني قاعد يتطور وانا قاعد نشوف فيه نتيجة. وظهر لي التربصات اللي نعملوا فيها في اليدين والساقين بي بوان وفي الجراب قاعدة تعطي في الثمر نتاعها كسوة في تونس كسوة في سوس كسوة في سفاكس ولا حتى في الجنوب. ان شاء الله اللعبة هذه لعبة تصنيف تجربة اولى تميزتوا فيها. كنت ثم برشا مفاجآت هاكم تشوفوا راهو طرح اي طرح في الامام راهو مش معناها ربح معناها راك ربح راهو تقلب عليك الطرح في اي لحظة باش تقلب بالتكنيك لازمك تكون بون تكنيسيان باش تقلب طرح لازم تعادي لعبة كاملة خاسر وفي اخر الكومبا تربح تكنيك تكتيك كوتشينج صحيح اذا عندك كوتشينج صحيح عندك تكنيك عندك تكتيك دو كومبا باهي تربح. ان شاء الله هذه بداية اولى ولنا موعد ان شاء الله في لعبة اخرى تصنيف بعد شهرين من طور ان شاء الله بعد شهرين من طور. بالنسبة للجوالات اللي لعبوا مع بعض نجموا تعملوا ريفونش. الحاجة الباهية انكم حضروا لبعضكم او كان الادفيرسير نتاعك من طور تعرف كان خسرت معاه هاك تعرفوا دونك عندك ريفونش معاه ان شاء الله المرة الجاية نطولوا اكثر. اذا توا عندنا 12 كومبا ولا 11 كومبا ان شاء الله نعملوا المرة الجاية اكثر. وبالنسبة لكومبا دوفرتور باش نزيدوا باش ندخلوا دور تروا كومبا نتاع بنات ودور تروا كومبا كادي وكومبا جونيور باهي. بالنسبة للبنات يعطيكم الصحة ديجا قلاي باهي دخلتوا ولعبتوا. بالنسبة للولاد برافو عليكم سورتو اللي خدموا فيكم الوطا. وان شاء الله موعدنا بعد شهرين بعد ربع مدربين اكتوبر هذا الموعد. بالنسبة للغدوة انا موجود هنا في سفاكس كانوا تحبوا عنا بالنسبه للمدربين وكما التقانا بحنا خونا جمال كان تحبوا ولا صابر ولا اي واحد من الاولاد باش نقولوا لهم مع بعضنا وكما موجودين غدوه كان تحبوا نعملوا سيونس انا موجود ديجا باش نعملوا حصه تاع مدربين غدوه صباح كل واحد ينجم يتصل بيا ونتقابلوا غدوه صباح باش نتريناو شويه قدام اللي موجوده هنا في السفاكس ما تحاولوش وين شويه اخر تنقول لكم بعد جنرال مونستر كبيره نشوف بحنا جمال ولا بحنا صابر جنرال ما باش تكون هكا ما نجموش نجيو لهنا على خاطر صبحيه باش راسينا جاي 6 تاع الصباح وعلى المدربين بركه غدوه يجيو دونك ينجموا يجيو غدوه بحدنا نقولوا شويه نعطيهم المبادئ الاساسيه. مرحبا بكم حتى الجوار اللي لعبوا اليوم ينجموا يجيو اما جوست بعد يكلموني بور كونفيرماسيون دو بروغرام ما تغادروش باش نعملوا تصويره مع بعضنا.